اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي في بدايه حلقتنا النهارده اتكلم عن استجابه رائعه من وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. كره الشاب اتكلمنا عنها، دي كره على حدود منطقه شرق العوينات في اقصى جنوب مصر. هذه المنطقه تابعه لمحافظه الوادي الجديد، فيها اربع قرى هامه جدا تم تسليمها بالفعل للشباب. اخر قريه تم تسليمها من اسبوعين تحديدا، كرة الشاب 1 و2 و3 و4، في ناس مستلمين كرة الشاب من حوالي 4 سنين وعاشوا معاناة حقيقية، لم يها شرب ولا كهرباء ولا طرق ولا وحدة صحية ولا نقطة شرطة ولا أي حاجة تقدر تخدم على أسر مصرية في قلب الصحراء. السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني حجازي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية قرروا إعادة هيكلة كرة الشاب حول منطقة شرق العوينات. خلال أيام قليلة جداً هيزور هذه القرى لجان متخصصة من وزارة الزراعة ومن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهنعرف وهنسمع من كل منتفع في هذه القرى إيه هي التحديات اللي بتواجههم وهيتم حلها على الفور. البيوت اللي اتردمت بالكثبان الرملية هنعيدها للحياة من جديد، المياه هتبقى متوفرة، حصص سولار للمولدات، كل ده هنعمله لأهالي كرة الشاب. شكرا وزارة الزراعة وشكرا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ما ينفعش نسيب أولادنا في قلب الصحراء، دي تكلفات رئاسية. وخلي بال حضراتكم احنا عندنا تقرير مهم جدا في حلقتنا النهاردة عن جهاز اسمه جرين تربو قدرت تبتكره شركة اسمها جديد لتكنولوجيا المناخ، بيوفر من 10-30% من الوقود لكل السيارات المتحركة مهما كان نوعها وحجمها، كمان بيحافظ على الموتور ويزيد كفاءته، يعني مفيش أحسن من كده. والشباب اللي صمموه وابتكروه وبيسوقوه النهاردة كمنتج وطني بنسبة 100% زي الفل. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. لو حضرتك عايز توفر من 10-30% من وقود عربيتك الملاكي مهما كان نوعها، وتعمل تنظيف بشكل مستمر للمحرك من الكربون وتضاعف عمره وكفاءته وعزمه وتطول عمر قطع الغيار وخصوصا علبة البيئة وحساس الشكمان والبوجيهات، وتحس باختصار انك راكب طيارة، يبقى لازم تركب في عربيتك جهاز اسمه جرين تربو. دي باختصار فوائد الجهاز المصري بنسبة 100% جرين تربو اللي نجح في ابتكاره مهندس اسمه رامي أنور شنودة، وسجله للحصول على براءة اختراع محلية ودولية بعد 8 سنين من البحث والتطوير للجهاز اللي بيعتمد بشكل رئيسي على طاقة الهيدروجين لتحقيق الاحتراق الكامل للوقود في العربية، ونجح في تصنيعه بحجم صغير جداً وبتكلفة لا تذكر. المهندس رامي أنور شنودة انضم كشريك مؤسس في شركة اسمها جديد لتكنولوجيا المناخ، واللي أسسها مجموعة من الشباب الطموح كشركة ناشئة هدفها الاستثمار في تكنولوجيا المناخ والطاقة النظيفة. ومن حوالي سنة تقريباً بدأوا تسويق جهاز جرين تربو وتوثيقه ووضع مواصفات قياسية للجهاز اللي مدى استخدامه ملوش حدود، لأنه ممكن يتركب في المقطورات والميكروباصات والمراكب ومولدات الطاقة وغيرها، ويحقق نفس الأهداف وأهمها توفير الوقود وحماية المحرك ومضاعفة عمره وكفاءته. تعالوا في البداية نقابل المهندس رامي أنور شنودة مبتكر جهاز جرين تربو والشريك المؤسس ومدير التشغيل والعمليات في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ خلال زيارته لفرع الشركة في محافظة بورسعيد. براحة كده اشرح لنا يعني ايه جرين تربو، بيشتغل ازاي، اهميته ايه، ممكن يضيف لنا ايه، يعني ايه مصر تصدر الجهاز ده. فكرة دي جات لي من 8 سنين، كنت انا عاوز اوفر وقود في العربية بتاعتي الشخصية،
فابتديت اشوف ايه الناس بتعمله بره مصر او جوه مصر لتوفير الوقود. فاكتشفت فكره الهيدروجين. الهيدروجين ده وقود قوي جدا ونظيف جدا ومجاني لان هو بيجي من ميه. فابتديت اطور في الجهاز، اعمل جهاز خليه الاول بدائيه زي ما كل الناس بتعملها، وابتديت اطور فيها اشوف مشاكلها ايه وعالجها اعالجها اعالجها، لان هو ده كان سبب عدم انتشار الاجهزه دي في العالم كله، بسبب ان كان ليها بعض العيوب. اولا كان بيبقى حجمها كبير جدا وكان وكذا قطعه، فتركيبها في العربيه كان بيبقى صعب جدا. تاني حاجه كان بيجي مستورد، فكان بيجي بالفلوس فلوس طبعا، وكان بيبقى سعره غالي جدا. زائد ان هو كان ليه برضو مشكله ان هو بيستهلك كهرباء كتير من بطاريه العربيه، فده كان بيؤدي بالسلب على العمر الافتراضي للبطاريه العربيه وممكن دينامو العربيه كمان. انا في خلال الثمان سنين دول كنت قاعد اطور واجرب واعمل اختبارات عشان اوصل. اخترعته من الصفر ولا جبت جهاز وطورته؟ لا من الصفر، لان هو ده اللي خلاني اقدر اقدم له براءه اختراع مصري ودولي. لان لو في اي حاجه شبهه الطلب بتاعي يترفض على طول. صحيح. انا الحمد لله جهاز تصنيع بالكامل في مصر، مفيش اي جزء فيه انا بستورده، فبقى سعره يعتبر ربع او خمس جهاز المستورد. الشكل التاني الحجم الكبير وكذا قطعه، انا جهاز بقى قطعه واحده فقط دمجته خليته مدمج. مدمج بقى في حجم ازازه المايه المعدنيه الصغيره. ثالثا ان الجهاز بقى بيستهلك كهرباء حوالي 10% من الاجهزه التانيه اللي هي التقنيه القديمه. زائد ان احنا كمان اضفنا حاجات ما كانتش موجوده، ان احنا خليناه بقى جهاز ذكي ان هو نقدر نتحكم فيه عن طريق موبايل ابلكيشن. يعني ده يعتبر اول جهاز عباره عن خليه هيدروجين ذكيه. تمام. حافظ على العربية بتاعتنا وتوفر في الوقود، صح كده؟ تمام. وليها فوائد كتير جدا. تمام. اشرح لنا بالراحة فوائدها. توفير الوقود ده أول حاجة. تاني حاجة على المدى المتوسط إن هو بيوفر في الصيانات، مصاريف الصيانة وقطع الغيار. المرحلة الثالثة اللي هي على المدى البعيد إن هو بيحافظ على المحرك نفسه، العمر الافتراضي بتاعه، صوته أهدى، صوته أنعم، بقى بيديله عزم وتسارع أكنك ركبت تيربو. عشان كده إحنا مسمينه جرين تيربو، لان هو اخضر بيحافظ على البيئه وبيقلل استهلاك الوقود، وفي نفس الوقت بيديك العزم والتسارع اكنك ركبت تيربو. يعني ايه بيقلل استهلاك الوقود؟ ما انا بدوش البنزين العربيه بتجري، بيعمل ايه يعني؟ تمام. غاز الهيدروجين ده غاز اشتعاله قوي جدا ونظيف جدا. فانا لما بدخله بنسبه بسيطه جدا للمحرك بيبتدي يخلي بدل ما يبقى فيه نسبه وقود غير مكتمل الاحتراق بنسبه 20 او 30%، لما بيخش معاه غاز الهيدروجين ده بيخلي الوقود يبقى مكتمل الاحتراق بنسبه 97% مثلا. فاستفيد انا كصاحب العربيه اللي دفعت فلوس البنزين. تمام. من كل فلوسي بكل ذره بنزين تخش بقيت بتستفاد بيها. تمام. فتلاقي اللتر مثلا لتر بنزين بدل ما كان بيديك 8 كيلو لا يديك 10 يديك 12 كيلو، فيبقى التوفير الكيلوهات اللي جات لك زياده دي قللت لك في استهلاك البنزين، فده يعمل لك التوفير. مين بقى ساعدك في التصنيع نفسه؟ ده موضوع حضرتك شغال على تطويره بقالك 8 سنين. النهارده ما عادش بقى نموذج بنفرجه للناس. آه. لا ده في عربيات النهارده بتركبه، ده في اكتر من 2000 عربيه انت بتقول ركبتوها. تمام. صح ولا لا؟ تمام. طب الكميه التصنيع دي بقى عند مين؟ احنا بنصنع لدى الغير المصانع، كل مصنع بنصنع جزء معين وبنجمع الاجزاء دي كلها، وعندنا ورشه لتجميع الجهاز بالشكل النهائي ده. تكاليف الجهاز؟ تكلفه الجهاز عشان نركبه بتبدا العربيات الملاكي السي سي من اول صفر لغايه 2000 سي سي هو السعر ده. جهازين، في جهاز ب 4.5 في جهاز ب 6.5، الفرق بيبقى في العمر الافتراضي والضمان. المايه بتاعته صيانته عامله ازاي؟ ضمانه ايه؟ احنا بندي ضمان سنتين، عمر افتراضي للجهاز من 4 لـ5 سنين ويجدد. برضو دي ميزه مهمه جدا في الجهاز بتاعنا، ان احنا الجهاز الوحيد اللي بعد العمر الافتراضي ما ينتهي ما بترمهوش، حضرتك بتجيبه لنا تاني واحنا نجدده لك بما يعادل 20 او 30% من سعره، ويشتغل معاك 4 لـ5 سنين تاني وتالت ورابع. الصيانات بتاعته ما بيحتاجش اكتر من انت كل ما تمشي حوالي 4000 كيلو تحط له سرنجه ميه 40 سم. ما صدرتش ازاي لغايه دلوقتي؟ احنا الحاجات دي بتحتاج يعني جهاز زي ده انت ممكن تقلب العالم بجهاز زي ده. احنا لسببين، السبب الاولاني طبعا الاجراءات طويله شويه بالذات بتاعت التصدير. تاني حاجه احنا محتاجين تمويل بصراحه، لان الحكايه دي عشان احنا بادئين شباب على قد امكانياتنا، فاحنا محتاجين تمويل سواء حد مستثمر يجي معانا يشجعنا وهنبدا بقى تصنيع على كميات كبيره. هو هيدخل في مشروع ناجح، خلي بالك. طبعا طبعا طبعا، ونسبه مكسبه تفوق اي نسبه مشروع تاني تماما يعني. طيب محتاج ايه تاني؟ تسهيل بقى اجراءات، يعني احنا بنعمل الجهاز كل ما بنعمل فيه حاجه بنعمل له اختبارات في مراكز حكوميه عشان يبقى الجهاز معتمد بشهادات معتمده. فطبعا الشهادات دي بيبقى ليها تكلفه كتير، يعني عاوز اقول لحضرتك اختبار واحد او اختبارين ب 100,000 120,000، فبيبقى كتير علينا. فلو الجهاز دي تدينا خصم كويس، تدينا منحه ان احنا نعمله مجانا، لان في الاخر المشروع ده بيحافظ على البيئه، يعني هو مش مكسب لينا احنا وبس، لا ده بيحافظ على البيئه، وده اللي كل العالم متجه ليه دلوقتي. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس اسلام سعد بريك،
مدير التكنولوجيا والشريك المؤسس في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ، هيورينا طريقة تركيب جهاز جرين تربو في العربيات، وبجد بيتركب في دقايق، ركزوا معاه. مهندس إسلام سعد بريك، حضرتك هنا مدير التكنولوجيا في جديد لتكنولوجيا المناخ وشريك مؤسس، ما شاء الله عليك. ده الجهاز جرين تربو، ودي العربية بالظبط، ورينا بتركبه ازاي، احنا الجهاز اختار المكان ازاي، ان الموضوع بياخد وقت قد ايه، فهمنا. احنا الجهاز بيركب في اقل من ربع ساعة، بنختار مكان مناسب في العربية. طبعا اقل من ربع ساعة، اقل من ربع ساعة، اي مكان في العربية، اي مكان مناسب في العربية بنختاره، هنا هنا اي مكان. تمام. اي مكان حجمه سواء. طبعا احنا عرفنا كل العربية، كل عربية المكان مناسب فيها فين من خبرتنا في الجهاز. طب ركب كم عربية دلوقتي؟ اكتر من 2000 عربية ما شاء الله، كل الموديلات، كل الموديلات من احدث موديل سي سي واطي سي عالي، كل الموديلات لحد حاجات الجامدة قوي دي، اي عربية ماشي. بنركب الجهاز في مكان مناسب، الجهاز بكل بساطة بناخد اي وصلة، وصلة كهرباء من اي فيوز بيشتغل مع الدورة، وارضي من اي مكان في العربية. طبعا عاوز اتكلم بس على فوائد الجهاز. احنا الجهاز دوت بيوفر معانا بشكل لحظي في استهلاك البنزين من 10-40%. يعني انت لو بتفول كل مثلا 3-4 ايام، لا هتبقى 5-6 ايام. ده بشكل لحظي. بشكل متوسط بقى انت هيوفر معاك في مصاريف السنه الدوريه كمان، زي عمر افتراض الزيت، البوجيهات. ده المستوى المتوسط. المستوى البعيد بقى هيوفر مع هيطول معاك العمر الافتراضي للموتور، كل ده يهدى بالظبط. علبه البيئه، علبه البيئه دي في المستوى البعيد احنا بنقلل. انا بكلمك في حاجات اللي بتنقحنا يعني، احنا بالظبط بنلعب على الحاجات دي. احنا علبه البيئه اللي بيسدها الكربون المترسب من صحيح. الموتور، فاحنا بنقلل البعث الكربوني بنسبه لحد 75%. فانا بطول عمر افتراض علبه البيئه كمان. بس كده مجرد ما وصل السلكتين دول ووصله بالارض خلاص، خلص الموضوع. شكرا، خلص الموضوع. انا هوصل سلكتين، ادي ارض، ادي الكهرباء. بنوصل الخارج بتاع الجهاز مع فلتر الهواء. خلصت التركيب، احنا خلناش 5 دقايق هنكمل بس كده. خلصنا اصلا، انا كده خلصت يعني مدخل الهواء الطبيعي، بتحط معاه خلاص فلتر الهواء الطبيعي جدا. احنا كده خلصنا خلاص. طب والميه بتحطها امتى؟ الميه بنحطها دلوقتي، هنحطها دلوقتي. وبحطها كل قد ايه؟ انت الميه ديت الازاز دي كلها بتكفيك لحد من 20,000 ل 25,000 كيلو. تعالوا بقى نقابل احمد طارق، المدير التنفيذي لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهيشرح لنا اسباب مسانده الشركه للمهندس رامي انور شنوده، مبتكر جهاز جرين تربو. هدفنا هو الاستثمار في كل ما يخص المناخ الامن، صح ولا لا؟ وده هدف العالم كله زي ما حضرتك قلت. قابلنا المهندس رامي، هو راجل علامة في مجاله، راجل متخصص، وقعد 8 سنين يحارب حرفيا لغاية لما ابتكر جهاز جرين تربو وتبنيناه، ولكن أكيد عندنا ابتكارات كتير جدا. كلمنا عن جديد. تمام. هو جديد، هي جرين تك ستارت اب، شركة الهدف نشأة. بتاعها شركة نشأة طبعا، الهدف بتاعها تقديم حلول لتقليل استهلاك الطاقة والوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، مش حل واحد. المهندس رامي طبعا متخصص جدا في الهيدروجين، بقى له اكتر من 8 سنين شغال في الار ان دي وطور جهاز. قدرنا ان احنا خلال الفتره اللي فاتت ان احنا نقدم للجهاز طلب براءه اختراع في مصر وطلب براءه دولي. الجهاز اللي حضرتك شايفه ده يعني بيركب على المولدات كمان والسفن، وركبنا اوريدي اصلا، على عملنا اكتر من بايلوت كمان. المولدات ركبنا كتير على مولدات، و السوق بتاعتك كبير جدا. السوق كبير قوي، ومحتاج شغل كتير قوي. واحنا جاهزين، محتاج ناس في ظهركم ومساندتكم. عشان كده احنا فاتحين راوند للاستثمار في الفتره ديت، لان بقى عندنا طلبات كتير قوي حتى من بره مصر، من اوروبا. وده احنا استغربنا جدا الفتره اللي فاتت، كنا مستهدفين مصر والشرق الاوسط ومن بعدها افريقيا، لقينا ان في طلب من المانيا، من السويد، من امريكا، من بلجيكا على الاجهزه بتاعتنا. عشان كده بدانا ان احنا سجلنا طلب براءه دولي للتكنولوجي دي، عشان محدش يقدر يقلدها على مستوى العالم لحين التسجيل في بلاد بعينها. وبدانا كمان ان احنا فتحنا راوند للاستثمار، وان شاء الله على السنه الجايه باذن الله المنتج ده تلاقيه موجود في العالم كله. محمد عمرو هو الشريك المؤسس ومدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ. قابلناه لأنه المسؤول الأول عن ملف جهاز جرين تربو، ونجح في الحصول على شهادات اختبار للجهاز تؤكد فاعليته. ركزوا معاه. حضرتك استلمت جهاز عبقري جدا اسمه جرين تربو،
من حد عبقري جدا اسمه المهندس أنور شنودة، وكان مطلوب من حضرتك انك تعمل له شهادات ميلاد، صح ولا لا؟ مظبوط. شهادات الميلاد دي عملت فيها ايه؟ احنا اشتغلنا على توثيق براءة الاختراع، واول خطوة خدناها ان احنا نسجل براءة اختراع مصرية، ومن خلال ان احنا دخلنا مسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، كسبنا يعني مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وده فتح لنا طرق كتير جدا، فتح لنا ان احنا حصلنا على منحة من بنك التنمية الافريقي، قدرنا نستغلها ان احنا نسجل براءة اختراع دولية، قدرنا ان احنا نكسب جائزة الابتكار الصناعي. احنا كنا اول ناس سجلنا معاكم بعد الفوز بجائزة الابتكار الصناعي، برنامج جدعان طبعا. بالظبط. وقدرنا ان احنا جاي لكم هنا على فكرة عن ايمان كامل بقدراتكم، كمل حضرتك. وقدرنا ان احنا نوثق النجاح ده من خلال ان احنا نسجل شهادات ايزو، وان احنا نعمل اختبارات مع مراكز حكوميه زي المركز القومي للبحوث ومع المعهد القومي للاقاسات والمعايره، وقدرنا ان احنا ناخد اول شهاده من غرفه الصناعات الهندسيه ان احنا نصنع خلايا الهيدروجين الذكيه، قدرنا ان احنا نحصل على جائزة رالي أكسريت لليابان، مسرعة كيجاب في كيهانا سيتي لمدينة العلوم اليابانية، وكسبنا جائزة من جي آي تي بي في الصين ان احنا نمثل مصر في مؤتمر جي آي تي بي في الصين في آسيا، وقدرنا نحصل على جائزة من جلوبال ستارت اب اوورد في شمال افريقيا لأحسن ستارت اب في مجال الموبيليتي واللوجيستكس. شايف مستقبل جديد ازاي؟ والله هو حجم المشكله. انا فرحان بيكوا جدا وثقه الناس فيكوا على فكره دي مش سهله. الشارع اللي عمال يجي ويحط عربيته ويمشي ومستني نص ساعه ولا تلات اربع ساعه عشان الجهاز يتركب ويجي ياخد عربيته وحاسب امان وبيتحرك بيها، الحمد لله. ده نجاح كبير وصحك ليكوا كمان، الحمد لله. شايف ازاي المستقبل بتاع جديد؟ اساسا اللي احنا شغالين عليه جديد، او طريقه اللي احنا شغالين منهجيه اللي احنا شغالين بيها هي منهجيه مش عاديه، ان بيبقى فيه 30 مليون طن كربون يوميا انبعاثات ناتجه عن 10 مليار دولار بتتحرق كوقود احفوري، فده بيعمل حاجه اسمها احتباس حراري على مستوى الكوكب، ده بيضغطنا ان احنا كل يوم نستهلك طاقه اكتر على مستوى الكوكب عشان نعرف نعيش، عشان نعرف ناخد درجه الحراره اللي احنا نعرف نقعد فيها. اللي احنا اشتغلنا عليه ان احنا نخلي الحلول الخضراء بدل ما هي سعرها غالي جدا ومش عملية، لا احنا خليناها سعرها اتشيفابل، ينفع العميل يقدر ان هو يركبها عنده او يستخدمها، وفي نفس الوقت يسترد ثمنها في وقت قليل جدا، فبالتالي التوازن ده قدر يخلي في منتج قوي يخلي العملاء تشتري او تستثمر في منتج زي ده علشان تحسن المناخ. لسه مع حضراتكم في فرع شركة جديد لتكنولوجيا المناخ في بورسعيد، واللي يعتبر من أحدث فروع الشركة اللي افتتحها مجموعة من الشباب اللي شافوا في جهاز جرين تربو فرصة استثمارية حقيقية. تعالوا نقابلهم، والبداية مع العميد حمد الطائر، مؤسس فروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندرية والأقصر. حضرتك النهاردة بقيت مسؤول عن تركيب الجهاز ده عربيات المواطن. تمام. صح؟ تمام. بدأت معك الحكاية ازاي واقتنعت ازاي انك تحط استثماراتك في هذا المجال؟ انا متابع الشركة تقريبا من ما يقرب من سنة ونص سنتين. الجهاز راكب عندي في عربيتي. ركبت في عربيتي، لا فرق كتير جدا. فرق كتير جدا، اداني هورس باور، اداني توفير في الوقود، قلل انبعاثات كربونية. لا في فوائد كتير جدا للجهاز. لما فتحت الفرعين اشمعنى اسكندرية والأقصر؟ اسكندرية موطني الأصلي وإقامتي. اسكندراني يعني. اسكندراني اه. والأقصر كانت أغلب فترة شغلي في الأقصر أو في الصعيد. الصعيد محتاج تنمية، محتاج تنمية مستدامة، محتاج الحفاظ على الأقصر كآثار. خلي بالك سوق كبير جدا، عربيات سياحة عايزة تركب. عربيات السياحة. اه طبعا. مواطنين. طيب. كل مراكب عندي مراكب كتير جدا، عدد الفنادق العايمه والمراكب هناك
برضه هنقلل انبعاثات كربونية هناك على النيل قدام المناطق الأثرية وفي النيل. صحيح. دي حاجة. الحاجة التانية والمهمة إن أنا بحافظ لك على قطع الغيار. يعني الهيدروجين بيحافظ على قطع الغيار بحيث إن حضرتك النهاردة بتغير قطعة الغيار على 6 شهور أو سنة، لا هتاخد 2 أو 3. أكبر تحدي بيواجه حضرتك النهاردة بعد افتتاحك لفروع جديد لتكنولوجيا المناخ في اسكندرية والأقصر؟ والله هي يعني الحالة الاقتصادية، وإحنا بنحاول نساعد بقدر المستطاع، والشركة بتعمل دايما عروض. نزلنا سعر التنظيف لتقريبا أقل من 50%، عملنا تخفيضات على سعر الأجهزة، ونزلنا برضو التخفيض ممتاز وكويس للعميل. بننفذ من خلال المنافذ أو الفروع بتاعتنا بالكامل، إن إحنا بنشتغل تقسيط من خلال فيزا مشتريات أي بنك من البنوك. اي بنك من البنوك بيجي لنا فيزا مشتريات احنا بنقسم له، او فاليو او امان او ايا كانت الشركات الموجودين على فاليو. موجودين على فاليو وامان وكونتاكت وحاجات كتير. يعني الشاب اللي قدام حضراتكم ده هو الدكتور عبد الرحمن احمد، مالك فرعين لشركه جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينه السادس من اكتوبر ومحافظه الدهليه. تسارع عزم توفير وقود، ده شعار انت متبنيه حضرتك الدكتور عبد الرحمن أحمد، عندك فرعين لجديد، صح ولا لا؟ مظبوط. الفرع الأول في قلب الحصري في 6 أكتوبر. مظبوط. والفرع الثاني في مدينة المنصورة الرائعة الجمال. مظبوط. دخلت المجال ده ليه؟ والاستثمار ده حطيته ليه؟ وصلت له إزاي؟ مش نبدأ كده. وصلت له إزاي؟ أنا أصلاً أنا والدي بقاله أكتر من 25 سنة في مجال النقل العام والمواصلات، فهو فعلاً الفترة اللي فاتت كان بيدور على حاجة تقلل الوقود، تقلل استهلاك الوقود لان ده هيفيده جدا في شغله. بالصدفه لقينا بوست نازل بتاع جديد. والدي اتكلم معاهم وقال لهم عايز اوصل للاداره، وعملنا ميتنج واتقابلنا وفهموه الموضوع ده كله. فهو جه حكى لي، انا قلت الموضوع ده لا انا دكتور انا مالي. ايوه اكيد قلت كده. بالظبط قلت كده، انا مالي بالكلام ده. بس انا برضو لسه انا عندي هوايتي العربيات وتعديل العربيات. فجربته في عربيتنا ولقيت نتائج انا ما تخيلتهاش فعلا. عجبني اول موضوع ده. كان عربيه نوعها ايه اللي انت ركبت فيها؟ جرين تيربو موتسوبيشي لانسر شارك. تمام. فلقيت في اختلاف. احنا اصلا العربيه بتجري لوحدها. مظبوط. واصلا العربيه دي معروفه بعيبها ان صوت الموتور عالي. صوت هدي. طب ممتاز. هدي خالص. فعجبني الموضوع. فجمدت قلبك وفتحت الفرعين. مظبوط. فتحت خدت الفرنشايز بتاع الجيزه. انت عايش 6 اكتوبر في الجيزه؟ في حدائق الاهرام جنبها. والمنصورة البلد والمنصورة المفروض أصلي. والإقبال عامل إزاي؟ لا الحمد كستارت أب حلو قوي. يعني ركبت كام جهاز لغاية النهاردة في قد إيه؟ أنا فاتح بقالي شهر في الفرعين، ممكن وصلنا ل50. دلوقتي هنقابل محمد الشربيني مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة الفيوم. الفيوم وجد عنها أستاذ محمد الشربيني، حضرتك المؤسس لفرع جديد لتكنولوجيا المناخ في قلب الفيوم، العاصمة نفسها الفيوم؟ العاصمة نفسها الفيوم. هل في كان أي شروط صعبة في الحصول على حقيقة امتياز العلامة التجارية جديد لتكنولوجيا المناخ؟ ما فيش شروط صعبة، بس الشرط الأساسي إن أنا أبقى فاهم والتيم بتاعي يبقى فاهم هو بيتعامل في إيه، ويقدر يوصل فكرة الجهاز للعميل، زائد إن هو يقدر يتعامل مع الجهاز ومع كل نوع عربية باختلاف أنواع العربيات. الناس في الصعيد استقبلت الجرين تيربو ازاي؟ في محافظة الفيوم على سبيل المثال. استقبلته في الأول ما كانوش فاهمين ايه الجرين تيربو، احنا فهمناهم ده بيحسن أداء العربية، بيوفر بنزين، بيزود التسارع، عملنا لهم دورات تنظيف كربوني فور فري ودعاية عليه، وفعلا الناس اللي كان بيعمل تنظيف كربوني كان بيجي لنا تاني بيركب الجهاز لأنه بيحس بأداء وفرق في تسارع وعزم العربية. هل في أي مشكلة ممكن يواجهها اللي بيركب الجهاز في عربيته لو راح يرخص، لو وقف في حملة مرورية في الشارع، ممكن يواجه أي مشكلة؟ لا مستحيل. مستحيل. أنا لسه مرخص العربية من شهرين ورفعت بصمة والعربية اتفحصت، مفيش أي مشاكل. وحتى الضابط بيقول لي إيه كده، بقول له ده جهاز كذا جرين تيربو بيوفر بنزين. المفروض يسقف لك. واتبسط يعني، عاد شرحت له الجهاز. حضرتك مركبه في عربيتك؟ مركبه في عربيتي. كمان المهندس محمود عاطف هو مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة القليوبية. حضرتك أسست فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة القليوبية، ده كان متشاف جدا
ومحتاجين الناس تفهم يعني ايه جرين تربو، بتعمل ايه؟ تمام، جرين تربو هي اول خليه هيدروجين بتساعد في عمليه الاشتعال، فبالتالي البنزين او الوقود اللي حضرتك بتحطه في العربيه بتاعتك بيحترق بشكل كامل. في الحقيقه انا ما كنتش مصدق ومستوعب الفكره والتكنولوجيا الجديده اللي موجوده ديت وحجم الجهاز. انا انبهرت بصراحه لما شفت الجهاز ده. الجهاز وفر معايا تقريبا نسبه 30%، عزم العربيه بقى اقوى، التسارع اتحسن جدا، صوت المكنه بقى اهدى. ركبت كام جهاز لغايه النهارده؟ شهرين. احنا ركبنا تقريبا حوالي 20 جهاز. تمام، بس احنا شغالين بطريقه مختلفه شويه عن باقي الفروع، ان احنا بنحاول نوعي الناس، فبنحاول ان احنا نشتغل اكتر على التنظيف الكربوني، لان حضرتك عارف احنا في منطقه يعني حوالينا زراعه كتير وكده، فاحنا مركزين على ان احنا نشتغل على الجرارات والحاجات اللي شغاله في الزراعه بشكل اكبر. يعني زايد على كده احنا اصلا في منطقه يعني بعيده شويه عن الطريق الدائري. انا كنت مثلا عشان اروح الجامعه 15 كيلو بس عشان اروح للطريق الدائري، فطبعا اليوم على ما اروح الجامعه وارجع او اروح الشغل وارجع بتكلم في مش اقل من 80 كيلو. فده طبعا انا اتفكرت قلت يعني الشباب اللي موجوده اللي بتروح الجامعه والناس اللي هي بتروح شغلها في المنطقه عندي انا اقدر اخدمها، زايد على كده الناس اللي شغاله في الزراعه في المنطقه اللي حواليا. جهاز جرين تربو وصل محافظة كفر الشيخ. هنقابل محمود عامر مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في مدينة كفر الشيخ. أستاذ محمود عامر، فرع كفر الشيخ إن شاء الله. جديد لتكنولوجيا المناخ، إيه اللي خلاك فتحت الفرع؟ استقبال الناس هناك لهذا الجهاز جرين تربو؟ في اللي استقبلها لأنه عارف الفكرة، وفي اللي بصعوبة، وفي اللي إحنا بنحاول نوصل له الفكرة. بالنسبه لك فرصه استثماريه كويسه ولا لا؟ جدا، وبنحاول فعلا ننشرها بحيث ان احنا نفيد ونستفاد عندنا في كفر الشيخ. بتفكر ازاي عشان تسوق الفكره هنا في كفر الشيخ عشان الناس تعرف اولا ماذا يعني جرين تربو؟ بحاول اتعاقد مع النقابات، النقابه الهندسيه ونقابه الاطباء، لان الدكاتره والمهندسين بيسافروا كتير، فبحاول ان انا فعلا اتعاقد معاهم بحيث ان هم لو هيعملوا الدوره للتنظيف نفسها، لأن دي اللي هتعرفهم الجهاز بيعمل إيه في العربية. تعالوا بقى نقابل حسن شاهين مؤسس فرع جديد لتكنولوجيا المناخ في محافظة بورسعيد اللي بنزوره دلوقتي. نما إلى علمي إن أنت كان عندك مشروع لحديد التسليح، ورغم كده اتجهت بكل قوتك لجرين تربو. جرين تربو أقوى من حديد التسليح كاستثمار؟ كاستثمار أكيد. ليه بقى؟ لأسباب كتير. أول حاجة إن الحديد سلعة موجودة بقالها كتير جدا، سلعة مطلوبة وسلعة غالية، حاليا سوقها مش أحسن حاجة، فمختلفة تماما عن فكرة جرين تربو. جرين تربو أنت إحنا حاجة جديدة تماما. الحمد لله باشمهندس رامي قدر يطور الجهاز بالشكل ده إن هو يكون فعال أكتر كمان من المنتجات الموجودة برة، ويكون سعره أوفر وكفاءته أعلى. أنا طول عمري نفسي في حاجة بدأ من الأول، يعني نفسي اخد فكره من اولها وابدا بيها واطلع معاها. يعني طول عمري مش حابب ان انا اكون جزء من حاجه اوريدي موجوده وعجله ماشيه وخلاص. يعني انا حابب ان انا يعني اعمل حاجه يعني يبقى ليها هدف مهم، غير طبعا الربح المادي او الكلام ده، لازم يكون في هدف من الموضوع. وهدف جرين تربو ان العالم يبقى احسن، فطبعا دي حاجه يعني اتشرف ان انا اكون جزء منها. يعني انا شايف الناس جايه وبتركب الحمد لله، يعني الحمد لله كل الناس اللي ركبت يعني سوق مبشر. الحمد لله الناس اللي ركبت كلها مبسوطه من الاداء العربيه ومن التوفير وفاهمين لان في حد ناقشني في اغلبيه الناس اللي بيطلع قد ايه. اغلبيه الناس وانا بعمل له كده. اغلبيه الناس اللي جات لنا يعني اغلبيتهم مهندسين، اكتر حد بيستجيب للموضوع اللي فاهم شويه الموضوع وعارف فكره الهيدروجين بيدخل يعمل ايه وازاي بيعلي الحرق وازاي ما بيأثرش على اي حاجه في الموتور. ولو ما فاتش مش هيدور العربيه. مستحيل. هو ولو ما فاتش يبقى العربيه فيها مشكله كبيره. فدي خلت اعاقه الجهاز ان هو يشتغل باحسن كفاءه. اكيد قرار تركيب جهاز جرين تربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ في اي عربيه قرار مش سهل. تعالوا نقابل الجدعان اللي ركبوه فعليا ونفهم اسبابهم وتاثيره. هنقابل حسام الدين مصطفى، هو بالمناسبة محاسب في إحدى الشركات الكبرى في بورسعيد. أستاذ حسام الدين مصطفى، حضرتك في عربيتك الجميلة دي ربنا يبارك لك فيها،
اللي بتتلمع كل يوم دي، عايزين نعرف انت ركبت الجهاز من امتى بالظبط؟ 3 شهور. فرق معاك ازاي؟ احكي لنا كده وبحياديه كامله. العربيه اللي كان السحب بتاعها قليل عشان علبه البيئه كانت مسدوده، فانا جيت اركب الجهاز على اساس ان هو بس ينظف لي علبه البيئه. بس الصراحه لما ركبت الجهاز اتلقيت فيه كذا ميزه تانية. اولا العزم بتاعها عالي، علبه البيئه اتنظفت، استهلاكها في البنزين على الطريق قل بنسبه حوالي 40%. يعني توصل اسكندريه مثلا من القاهره ب 16 لتر ما كملتش صفيها حتى؟ ممكن راحة. بس العربيه هنا كام سي؟ 1600. كلفك كام؟ اتكلفت 6 جرين تربو 6500 جنيه. 6500 جنيه. لكن بقالنا قد ايه قلت لي؟ 3 شهور. 3 شهور والنتيجه مرضيه جدا جدا لحضرتك. جدا جدا. حضرتك يعني قبل الجهاز حاجه وبعد الجهاز حاجه تانية خالص، كانها تربو. العزم بتاعها زاد بنسبه 100%. طيب تنصح الناس ان هم يركبوها؟ طبعا. اول حاجه هو هيحافظ لك على عمر الموتور، تاني حاجه الحساسات بتاعتك نضيفه طول الوقت، عمرها هيبقى الضعف، بدل 60,000 كيلو هتبقى 120,000 كيلو. هتوفر في البنزين لو انت بتسافر كتير، هتتبسط قوي من الجهاز. كمان الاستاذ محمد فؤاد قرر تركيب جهاز جرين تربو اللي بتصنعه شركه جديد لتكنولوجيا المناخ، وهو مهندس بناء سفن في محافظه بورسعيد، وعربيته تقريبا زيرو. مهندس محمد فؤاد، حضرتك راجل بتاع بناء سفن صح ولا لا؟ صح جدا. عربيتك نيسان صاني، ركبت الجرين تربو من حوالي 3 شهور، ده اللي حضرتك قلته لي. مظبوط كده. النتائج عامله ازاي؟ في الارقام مذهله. انا بقالي 300,000 كيلو في العربيه 11 سنه. انا ركبته بعد 300,000 كيلو 11 سنه. تمام. الارقام اللي في العربيه دلوقتي بعد ما ركبت الجهاز ما شفتهاش، وهي زيرو. العربيه وهي زيرو المفروض تعمل 16 كيلو لللتر الواحد. تمام. دي الايدل يعني، اللي هي بقى ما فيش هواء ضدك، ما فيش رياح، وزيرو لسه الموتور بعافيه. زيرو المفروض. تمام كده. دلوقتي انا عملت 18 كيلو لللتر الواحد، وانا مشغل التكييف ومشغل الاضاءه. الاضاءه بتاعت العربيه برضو بتستهلك باور من الانجن بتاعي، وعملت 18 كيلو لللتر الواحد بعد 11 سنة و 300,000 كيلو. طب انت فكرت ليه ان انت لازم يبقى عندك الجهاز ده في العربية؟ ليه أصريت وكنت بتتبع حاجات كتيرة جدا؟ ليه؟ حاجات كتيرة جدا، لان انا دايما المهندسين طبعا عندهم حتة اللي انا عايز احسن اداء للموتور. الاوكتان بتاع الهيدروجين 120. انت بتحط بنزين 92 95، يعني لما بتحط 95 في العربية ايه اللي بيحصل في العربية؟ بتديك اداء احسن، وتقول انا وفرت في الطاقه في البنزين عندي. صحيح. تمام. فانت بتاخد الطاقه واقل من الكونسيوم. طب لو حطيت لك 120 اوكتان ايه اللي هيحصل؟ هتستهلك اقل وهتاخد طاقه اكبر. فانت اللي بيعمل هنا الجهاز بيعمله ايه؟ بيدخل مع الهواء الخليط جوه السلندر، مع الخليط نسبه هيدروجين قليله جدا. فانت بتحط نسبه هيدروجين على اساس اللي انت ترفع الاوكتان بتاع الوقود وتحسن الاحتراق الداخلي بتاع الموتور. ده اللي بيدي لك الباور عالي وبتقلل نسبة الاستهلاك بتاع البنزين. جرين تربو هو أول خلية هيدروجين ذكية تتصنع في مصر بنسبة 100% بتصميم مدمج ملوش مثيل في صناعة السيارات عالمياً، وشركة جديد لتكنولوجيا المناخ بكل خبراتها بتتحرك بقوة لتسويقه محلياً وعربياً. بجد يستحقوا. تطوير عنابر صناعة الدواجن سواء تسمين أو بياض، وتحويلها لعنابر مغلقة وبطاريات وبتحكم إلكتروني كامل في العنبر أصبح ضرورة، ده لو المربي عايز يكمل في الصناعة. تربية قطعان الدواجن في بطاريات حديثة إلكترونية معناه باختصار شديد جداً مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعنبر 3 أو 4 أضعاف طاقته في حالة التربية الأرضية. وطبعاً ده كفيل بتغيير وجه صناعة الدواجن في مصر وزيادة المعروض من لحوم الدواجن وبيض المائدة وبأعلى جودة وبسعر منافس، وكمان تقليل النافق في القطعان واسترداد رأس المال المدفوع بالكامل في أقل من 18 شهر. المهندس محمد مأمون
رئيس شركة MI لعنابر الدواجن الأوتوماتيك، بقى النهاردة من أشهر المصممين والمنفذين لعنابر الدواجن في مصر، والمربين مؤمنين تماماً بأفكاره لأنهم باختصار بيسلموه أرض فبيسلمها ليهم عنابر إلكترونية على المفتاح وبتدار عن بعد، سواء لدواجن التسمين أو البياض. قابلناه في أحدث المزارع اللي أنشأها في محافظة المنيا، ركزوا معاه. الشركة بتصنع بطاريات الدواجن الأوتوماتيك من 2016، موجودين في السوق المصري، بنقدم منتج بمواصفات أوروبية، بنحاول إن شاء الله نوصل لجودة عالمية محترمة على أرض مصر بأساليب مختلفة وتكنولوجية أكتر، بمنتج يعتبر بنسبة كبيرة جدا زي المستورد ويمكن أفضل بكتير، بناخد جاب كويس جدا جدا في السوق، واخدين نجات محترمة ومعدلات محترمة من خدمة عملاء، من شغل ليه جودة وليه ضمانات على مستوى ان بتاخد ضمان 12 سنة لمستوى الجلفنة ومستوى الخامة اللي انت بتاخدها، نسبة الصلابة اللي موجودة فيها، عمر الافتراضي للعنبر بجميع تفاصيله من اقل مسمار فيه لحد ما يستلم المربي ويشتغل. احنا حلولنا ما بتوقفش عند ان احنا نقدم بطارية للمربي وان انا اقدم له اسلوب تربية جديدة بس، بل ان انا ممكن اخد منه المشروع بالكامل من الصفر وان انا اقدم له المشروع بكامل تفاصيله، فيقدر ياخد شغل محترم جدا كله متوافق مع بعضه، المباني بتنسيقها متوافقة مع تشغيل البطارية، بحيث ان احنا نقدر نظبط معاه معدلات تهوية، نظبط معاه معدلات ضغط ورطوبة ومعاملات كاملة لنظام متابعة أصلاً كله بالكامل آلي، مفيش تدخل يدوي. احنا ما بنقدمش حلول تقليدية، بنحاول نفادي المربي الأرضي من التكلفة العالية ومشاكل التربية الأرضي، مشاكل النفوذ العالي من الكوكسيديوم كريستريديا، مشاكل تكلفة العلاج ليها، بتعظم ربح كيلو لحم اللي موجود داخل العنبر عن طريق تشغيل تكنولوجي طبعاً ومتابعة مستمرة في خلال 24 ساعة، بتحاول ان انت تقلل كمية العمالة اللي موجودة العنبر، 60,000 بيخدموا 2 عمال او 3 عمال بالكتير. التشغيل اللي انت هتعمله في الارض هو نفس اللي هتعمله في البطارية، تشغيل الكهرباء والكنترول وكمية الكيلوات اللي انت هتسحبه هو اللي انت هتسحبه في الارض هو اللي انت هتسحبه في البطارية، مع تعظيم اعداد تصل لاربع اضعاف الارضي في نفس المساحة. خلي بال حضراتكم، العنبر ده مساحته حوالي 1200 متر ومجهز ببطاريات دواجن عمق البطارية الواحدة 65 سنتي ووش البطارية 100 سنتي، والعين الواحدة بتشيل 16 طائر لغاية وزن 2 كيلو جرام، كمان العين فيها 3 نبل للمياه، والبطارية تحتها سير مجهز بيخرج السبلة أول بأول لنهاية العنبر ومنها للبيع فوراً بأعلى سعر، وده بيوفر الأمان الحيوي للطائر ويحميه من الفيروسات. لينا حد للأقصى حجم عنبر ما نقدرش نكبر عنه، فبأقصى المساحة مثلاً بنتكلم في عنبر عرضه 16 في طول 125، وده أقصى طول احنا نشتغل عليه وأقصى عرض، عشان نقدر نصبر معدلات تهوية كويسة جداً، نقدر نشتغل على كثافات كويسة جداً تطلع بمستوى تجانس كويس. وعلى جانب آخر بنتكلم ان تكلفة دلوقتي التكلفة البطاريات داخل عنبر هي بمثابة تكلفة عنبر ارضي منشأ بنفس الطريقة التقليدية. لو انا قدرت اربي في العنبر ده 15,000 10,000، انا هنا خدت 60,000 في نفس المساحة، فبقى تكلفة الموضوع كأنه عنبرين ارضي وانا خدت 4 اضعاف الكثافة، فالموضوع معايا موفر جدا، اوفر من ان انت تشتغلهم ارضي. صاحب العنبر اللي بنزوره دلوقتي في المنيا هو الحاج محسن زين، تاجر دواجن قديم، هو في الاصل مربي كبير وتعرض لخسائر ضخمه سنه 2006 بسبب التربيه الارضيه، لكن راجع بقوه بعنابر MI الاوتوماتيك. مفيش اروع من كده، سلمهم ارض فيها كهرباء وماسوره ميه واستلم عنبر 5 نجوم، ركزوا معاه. محسن محمد عبد محسن، الشهرة محسن زين، بقالنا كده 25-26 سنة في مجال الدواجن. من 2006 اتجهنا للتجارة، بالنسبة للتكلفة بتاع الأرض زادت علينا وبتاع والمصاريف، ابتدينا لما روحنا المحطات طبعا في التجارة بنخش كذا محطة وهنا والشركات وعنابر برضو أهالي حديثة،
رجعنا تاني للتربية عشان احنا اصلا مربيين. لما شفنا نظم حديثة بدأنا ندور ونبص، طبعا بالنسبة لخبرتنا احنا بنخش العنابر والبتاع، العنبر اللي بنلاقيه كده مثلا ده دخل دماغنا وشغله مظبوط، بنسأل المهندس اللي ماسك العنبر مثلا ده عاملينه فين، شركة ايه، مصنع ايه، بناخد بيانات كده. وقعدنا ندعبس كده ونشوف الشركات وناخد بيانات من دوا ونتفرج على العنبر دوا كده ونصوره. جابلنا البشمهندس محمد مامون وشفنا الخامات ولقيناها هي يعني مثلا انضف خامات موجوده في السوق. رحنا المعرض بتاعه هناك ورحنا المصنع واتفقنا على كل حاجه، وجينا هنا سلمناها الارض. جه المهندس الانشاءات طبعا البشمهندس احمد وابتدى يشتغل في الارضيات في الاول في السيميلات والارض، وبعد كده عملوا لنا العمدان والهنجر كل حاجه يعني كده شفناها موجوده على الطبيعه في العنابر اللي شفناها قبل كده واتفقنا عليها في العقد. لقيناها الحمد لله تنفذت، وفي حاجات زياده ما كناش متفقين عليها كمان. طبعا جه البشمهندس اشرف واخد بال حضرتك ده معانا من اول ايه ما استلم الهيكل نفسه كده على اساس شغل البطاريات، ومدينا ضمان 12 سنه على العنبر والتشغيل 6 شهور وتكلفه يعني اقل زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اقل من اللي بره، اقل من السوق. عشمانين في ربنا يعني خلال سنه ان شاء الله ربنا يكرمنا ايه باستعاده المبلغ باذن الله. تعالوا بقى نقابل المهندس كريم العش مدير التصميمات والاعمال المدنيه في شركه ام اي لعنابر الدواجن الاوتوماتيك عشان نتعرف منه على مراحل تنفيذ مشروع التربية في البطاريات من البداية حتى تسليمه للحاج محسن زين. أول حاجة بتجينا الأرض، العميل بيقدمها لنا، أبعادها وموقعها، وعلى هذا الأساس بنحدد وبنعمل دراسات بيئية للأرض اللي وصل لها وصلة الكهرباء ووصلة مية، ودول شرطين أساسيين، والأرض مستوية. حسب الدراسات البيئية بيقام المنشأ، لأن جو الصعيد غير مختلف تماما عن جو الدلتا، سرعة الرياح مختلفة، الطقس هناك مختلف. من ضمن التحليلات البيئية اللي بنعملها في الموقع هي نسبة ملوحة المية، زي ما قلنا لازم يكون في وصلة مية وسط الأرض اللي هيقام عليها العنبر، فاحنا بنعمل دراسات خاصة بالمية. على أساس هذه الدراسات يمكن توفير دواء، ممكن نعمل كمان محطة لتحلية المياه، وبالمناسبة المحطة دي رأس مالها بيرجع بعد دورتين بس، يعني هي مش مكلفة جدا مقارنة بالعنبر، لكن على المدى الطويل لو العنبر ده امتد 12 20 25 سنة انت بتحميه وبتحمي الدواجن اللي فيه من امراض كتير قد تكون منشأها في الماء. السبله كذلك من المشاكل الكبيره جدا اللي بتواجه المربيين في الارض، عشان كده قد تكون الميزه الاولى في البطاريه دي هي طريقه خروج السبله. مفيش فرصه اصلا ان الفرخه تتلاقى مع فضلاتها، حتى تلاقي الدجاجه بتاعه البطاريات الخاصه بام اي دجاجه نظيفه جدا من حيث الريش من حيث الجسم كله بشكل عام، وده بيؤدي في النهاية إن مفيش فرصة أو بيئة خصبة لانتشار المرض. المية مع السبلة مع العلف من العناصر مهمة جدا، إما في إنجاح الدورة بشكل عام وبالتالي إنجاح العنبر وبالتالي إنجاح الاستثمار، وإما في إعدامه تماما. كل العناصر اللي قلنا عليها سواء في إدارة خروج السبلة أو في إدارة دخول الغذاء أو دخول المية وتوزيعها مرتبطة معا بلوحة التحكم. اللوحة دي بسهولة جدا لدرجة التحكم فيها منها بأبليكيشن على التليفون، وكمان مدعمة باللغة العربية، يعني الموضوع مش صعب خالص. الروح القتالية وتحديد الأدوار بدقة والعمل على مدى 24 ساعة والالتزام بمواعيد تسليم العنابر الإلكترونية الحديثة أبرز مميزات فريق عمل المهندس محمد مأمون، وده خلى كل المربين والشركات الداجنة يتعاقدوا بدون تفكير مع شركة MI لعنابر الدواجن الإلكترونية لتطوير العنابر ومضاعفة طاقتها الإنتاجية. تشاهدون في الجدعان ريل استيت. احنا النهاردة في المدينة المحببة لقلوب المصريين وهي مدينة شرم الشيخ. كل الناس اللي في شرم الشيخ في وقت التطوير مغتربين، البيعة بتاعت شرم بيعة سهلة، ولكن هنحط تحتها كذا خط. القانون بيسمح للأجنبي بشراء معين وللمصري بشراء معين. هو حرية التملك للأجانب مفتوحة في شرم؟ بيتملك مبنى دون الأرض. زي النهاردة من 51 سنة كان أبطالنا من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة المصرية في مواجهة شرسة مع قوات العدو على أرض سيناء، واستقر في قاع قناة السويس 900 ألف متر مكعب من الرمال. والنهاردة مفيش حد في العالم ما بيحلمش يستمتع بشواطئ البحر الأحمر الساحرة اللي فعلاً مفيش زيها في العالم كله.